وبننتقل من منتجات البشرة الدهنية لمنتجات البشرة الجافة من لروش مع لاين ليبيكار اللي بيحتوي على مجموعة من المنتجات للعناية بالبشرة الجافة والبشرة الجافة للغاية والأكزيما. تحتوي تركيبة المنتجات في هذا اللاين على زبدة الشيا والجليسرين والنياسيناميد. ونبلش بأول منتج ليبيكار شاور جل. هو جل منظف خالي من الصابون، مصمم خصيصا للبشرة الجافة والجافة جدا أو المعرضة للإكزيما على الوجه والجسم. بيساعد على استعادة حاجز البشرة وبيقلل الأثار الضارة للماء العسر. يمكن استخدامه للكبار والأطفال من عمر 3 أشهر فما فوق. ناخذ كمية من المنتج ومنرغيها مع الماء، بندلك فيه البشرة وهي رطبة ونغسله. يحتوي على لروش بوزي بري بيوتيك، ثيرمال ووتر، شيا باتر، جليسرين ونياسيناميد. والمنتج الثاني هو ليبيكار لي بادي ميلك. هو مرطب للجسم والقدمين واليدين، سريع الامتصاص ومغذي للبشرة الجافة. يعمل على تجديد دهون الجلد واستعادة حاجز البشرة، مناسب للكبار والصغار. من مكوناته زبدة الشيا، زيت الكانولا 20%، الغني بأوميغا 3 و 6، ويحتوي أيضا على الجليسرين، نياسيناميد 1%، لروش بوزي ثيرمال سبرينغ ووتر. يوضع الكريم عند الحاجة صباحا ومساء. والمنتج الثالث هو ليبيكار سندت AP+ كريم موش. هو غسول كريم جل فائق اللطف لتنظيف البشرة الجافة أو الجافة جدا، مناسب لجميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة من اليوم الأول. مناسب أيضا للاستخدام على البشرة المعرضة للأكزيما، ويحبس الرطوبة في الجلد على الفور ويوفر ترطيبا لمدة 24 ساعة. يحتوي على الجليسرين 10%، زبدة الشيا، نياسيناميد، لروش بوزي ثيرمال سبرينغ ووتر، ويمكن استخدامه بشكل يومي للتغسيل والاستحمام. المنتج الرابع هو ليبيكار سيرجرس بين كلينزينج بار. هو صابون مناسب للبشرة الحساسة، ينظف البشرة بلطف ويوفر دهون الأساسية للبشرة الجافة. يساعد على استعادة الحاجز الجلدي وبالتالي تخفيف الإحساس بالشد. يسمح للبشرة باستعادة الليونة. يمكن استخدامه للكبار والصغار. يحتوي على نياسيناميد وزبدة الشيا. يستخدم للتغسيل اليومي، يوضع على بشرة رطبة يدلك ويشطف جيدا بالماء. والمنتج الخامس هو ليبيكار بالم AP+ مويسترايزر فور دراي سكين. هو كريم للجسم للبشرة الجافة والبشرة شديدة الجفاف. ثبت سريريا أنه يقلل جفاف وخشونة البشرة ويوفر راحة يومية وترطيبا لمدة 48 ساعة، مناسب للكبار وللأطفال حتى سن أسبوعين. يتميز بعمل بريبيوتيك يغذي مايكروبيوم الجلد، حيث أظهرت الأبحاث الجلدية الجديدة أهمية وجود مايكروبيوم صحي، وهو مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على سطح الجلد. وجدت الدراسات أنه في حالات الجلد شديد الجفاف يمكن أن يكون مايكروبيوم الجلد غير متوازن، ويمكن أن يكون للبريبيوتيكس تأثيرا في إعادة التوازن. ويحتوي أيضا على لروش بوزي بريبيوتيك، ثيرمال ووتر، وزبدة الشيا، الجليسرين، نياسيناميد، وأكوا بوزي فليفورمس للمساعدة في تخفيف من جفاف الجلد الزائد وإعادة توازن مايكروبيوم الجلد والمساعدة في إصلاح حاجز الجلد. يستخدم مرتين يوميا. والمنتج السادس هو ليبيكار زيراند هاند كريم. هو كريم لليدين بتركيبة خاصة للأيدي الجافة والجافة جدا والمتشققة. يعمل على ترطيب وتلطيف البشرة المصابة بالجفاف واستعادة طبقة الحاجز الواقي للبشرة. الكريم سريع الامتصاص ومقاوم للماء غير دهني، ويترك البشرة ناعمة ونضرة، مناسب للبشرة الحساسة. ويحتوي على زبدة الشيا، ألاناتوين، لروش بوزي ثيرمال سبرينغ ووتر. وبنقدر نستخدمه كل ما دعت الحاجة. بنحط كمية مناسبة من الكريم وبنعمل مساج لحد ما تمتص البشرة.